اسمي نادية، صاحبة مشروع شوكولا غرامي. هي صناعة الشوكولاتة في الدار، صناعة تقليدية. بديت الفكرة من غرامي بالشوكولاتة، واللي خلتني نحب نوصل نصنع الشوكولا كما اللي يصنعوها المختصين. غرامي بها كبر وحسيت روحي نحب نوصل نعطي أكثر من الفنون الجميلة اللي قريتها في صناعة الشوكولاتة، اللي هي تخليني كل مرة نصنع منتوج جديد كأنه لوحة فنية. التحدي بالنسبة لي أني نوصل نصنع المنتوج يكون دقيق وجميل ومذاقه حلو ويرضي الحريف ويكون كيف ما هو تخيله كيف ما هو حب عليه. المكونات اللي نستعملهم في صناعة الشوكولاتة نصنعهم وحدي في الدار، معناها الحشو اللي في الشوكولاتة، الفواكه، الغلال نجففها وحدي في المنزل. نحاول نقوم بصناعة المنتوج بدقة وجودة عالية من أوله لآخره في ظروف صحية ملائمة ومناخ سليم. خطوة بخطوة باش نجمنا نكبروا المشروع ونحققوا الحلمة اللي هي حلمتنا احنا الاثنين بمساعدته ليا ووقوفه معايا في الاتصال بالحرفاء والتنسيق معاهم وتوصيل المنتوج لحد باب المنزل.